بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته نستعين، وعليه نتوكل، ومنه دوما وأبدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، ينطلق شوطنا السابع المخصص للأبكار. المسافة المقررة هي 3 كيلومتر. أذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى صاحبة الصدارة وصاحبة المقدمة. المركز الأول لم تدول معني في كشف البيان، ولكن نتعرف من خلال الشعار. المركز الثاني اللي وصلت في هذا اللحظات وغيرت المسار، الشاهني صالح بن سليب بن خصوان العامري، من استلمت الأمور في هذا اللحظات وانتقلت إلى المركز الأول. المركز الثاني تابع الوصول والقدوم في هذا اللحظات، ما شاء الله على هذا التحدي، على هذا الشوط. الشاهنية من وصلت على المستوى الثاني، الدحبة الدحبة بن صقوح العامري من وصل على المستوى الثاني. والمركز الثالث لانتم تدون معني في كشف البيان، والمركز الرابع اللي وصلت في هذا اللحظات اتابع الوصول من وزن سعيد بن حوش العامري. والمركز الخامس الاحظ الوصول والقدوم في هذه اللحظات من الشاهنية الخزع بن محمد العامري. هذه نتيجتنا مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، للخمس المراكز الأولى المنطلقة المتقدمة. لكن أسير إلى مقدمة الشوط، أسير إلى الشاهنية وانطلاقات الشاهنية وتحديات الشاهنية في هذا المسار. صالح بن سليب بن خصوان العامري من يتابع هذا الشعار، من يتابع هذا الإبداع القوي. الله يا هذا المركز، الشاهنية على مقدمة الشوط. المركز الثاني ألاحظ الوصول والقدوم في هذا اللحظات من الشاهنية، الدحبة بن صقوح العامري من تدخلت، لكن نتابع الوصول والقدوم في هذا اللحظات من الشاهنية. سالم بن محمد بن سعيد العفاري، والمركز الرابع اللي وصلت في هذا اللحظات الشاهنية سيب بن الدحبة بن زفنة العفاري. لكن عودتنا إلى مقدمة الشوط، عودتنا إلى الشاهنية من ترقص طراب على مقدمة هذا الشوط. الشاهنية ما إن شاء الله يا الشاهنية. صالح بن سليب بن خصوان العامري من يتابع هذا الشعار، من يتابع هذا الإبداع القوي. المركز الثاني تابع يا مخرجنا الواصلة في هذه اللحظات، الشاهنية اللي تدخلت في هذه اللحظات. سالم بن محمد بن سعيد العفاري وصلت في هذه اللحظات، انطلاقتها خطيرة للغاية في هذا المسار. المركز الثالث ألاحظ الوصول والقدوم في هذه اللحظات من الشاهنية، سيف بن الدحبة بن الزفن العفاري. لكن عودتنا إلى مقدمة الشوط، عودتنا إلى التغيير، عودتنا إلى التغيير الذي جرى أو طرى في هذا اللحظات. ما إن شاء الله يا الشاهنية. سالم بن محمد بن سعيد العفاري من انتقل المركز الاول، من غيرت النتيجة في هذه اللحظات وعصاها في الابطانة. الميتين متر الاخير، جولة الاوامر، جولة التعليمات في هذا المسار. لكن الشاهنية اقرب من الفوز، الشاهنية راحت بالسلام، راحت بالفوز. سلام الشاهنية، سلام، وسلام سالم بن محمد بن سعيد العفاري. لكن تابع الوصول، تابع القدوم في هذا اللحظات اللي وصلت على المركز الثاني.
الذهيبة راشد بن سهيل بن خيرات العفاري والمركز الثالث. الشاهنية سيف بن الدحف بن زفنة العفاري والمركز الرابع. وصلت الشاهنية صالح بن سليم بن خصوان العامري. نعود بالتوقيت 4:48 و50 جزء من الثاني، فتهانينا على هذا الفوز والانتصار.